عسلامة. وجيعة الرأس هي إحساس سلبي تأثر على الصفاء الذهني للإنسان والتوازن النفسي والعاطفي لكل واحد فينا، كما تنجم تسبب حالة من حالات القلق المتواصل، حالة من حالات القلق الحاد، تسبب كذلك الغضب، وتنجم توصل لحالات الاكتئاب. كما تأثر وجيعة الرأس على الكفاءة في الإدراك، الكفاءة في التواصل، والكفاءة في التركيز، وتأثر لنا حتى على قدرتنا في الحفظ وتحليل المعلومات. في مواجهة وجيعة الرأس، كل شخصية فينا، كل فرد فينا عنده آليات واستراتيجيات دفاعية يواجه بها القلق اللي يعيشه. من بين الشخصيات هذه ثم اللي يولي عنده برشا بكاء، ثم اللي يولي عنده برشا انفعال، برشا غضب. ناس اخرين يختاروا انهم ما يتكلموش على الوجيعة نتاعهم، على الالم اللي يحسوا فيه، يروا انهم ينجموا ينقصوا من شخصياتهم، من مظهرهم الاجتماعي، كما يروا انهم ما يحبوش يكونوا في وضع اجتماعي، انهم في وضع الضحية ودور الضحية. أشخاص أخرين ينجم يكون عندهم إنكار لكل معناها الألم اللي يعيشوا فيه، إنكار للواقع الصعيب اللي هم عايشينه. والفئة هذية وكما أي فئة ما تتحدثش على وجيعة الرأس باش يكون الأثر متاعها سلبي، وجيعة الرأس باش تقعد مستمرة عندهم، ما ينجموش يتعايشوا معها رغم المجهودات اللي هما يعملوا فيها. وجيعة الرأس نجم تسبب وتوصل لدرجة الانهيار النفسي، بحيث الإنسان يصبح عاجز على ممارسة حياته اليومية، عاجز أن يكون في الكفاءة اليومية، ما عادش ينجم يبلغ المتعة والسعادة اللي مستانس يبلغها بنشاطاته اليومية. وهذا ينجم يقاومه الإنسان لفترة، لكن بعد اجتهاد كبير ينجم يوصل لمرحلة الانهيار. أن واحد يقعد يتألم وحده، ولا أنه يتعايش مع المرض متاعه وهو ساكت، أنه ما يعبرش وما يتكلمش على الوجيعة اللي عايشها والإحساس السلبي الكبير اللي هو تعب منه، وإلا أنه يوصل ينكر المرض متاعه وينكر الوجيعة والإحساس السلبي اللي هو عايشه، ما نجمش يكون حل في مواجهة المرض، ما نجمش يكون حل اللي نلقاو به سوليسيون ونوصلوا به للشفاء. أحسن حاجة ينجم يعملها الإنسان أنه يتكلم على المرض متاعه، يتحدث، يلوج الكلام متاعه، يكون الهدف أني نلقى سوليسيون، نلقى حل روحي باش نجم نخرج من الألم متاع وجيعة الرأس اللي به هو باش نخرج من التعب النفسي الكبير اللي أنا فيه، من ديزيكيليبر ايموسيونيل اللي أنا وصلت له من الألم متاع الرأس المستمر.